ماما زمانها شارية كل الحاجات الغالية وجايبة علب وكياس، جايبة معها 100 شنطة فيها الحاجات اللقطة اللي تجيب إفلاس. عارف المول اللي في العاشر فيه كام دور مليان فاترين، بقى دي في ليه والجاكيت الجلد لوحده مقرب على الملايين. أما البوت فبصلوة كبيرة، بس هجيب لده كله منين؟ لازم أروح البلد الصبح أشوف الأرض وأبيع قراطين. ما هو مش ممكن علشان نلبس نبقى كمان في الحيط لابسين. ماما زمانها شارية كل الحاجات الغالية وجايبة شنط وكياس، جايبة معها 100 شنطة فيها الحاجات اللقطة اللي تجيب إفلاس. أدفع ليه ألوفات في شوية لبس وهلاهيل ولا تسواش؟ أسرق يعني ولا أداين ولا أروح وأسوي معاش؟ إلا كليك بكرة هطلعهم وبيات شتوي يا إما بلاش. أسعر نار من الأهل بجيبي وخلي برد الشتا ده مجاش. مالها هدومنا قديمة وفلة ألبس عرة ووفر كاش. ماما زمانها شارية كل الحاجات الغالية وهدوم تبقى كوام، هو الشوبينج ده غلطة جابلي مبادئ جلطة وخسرني المدى.